أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الباب السادس باب كالحات في آداب القراءة قراءة آداب تيدو أهادي، وهو باب كالوشيغان معظم الكتاب باب كتاب كبدن كيسا إيه ومقصود كتاب كأجيدة لغلي ياوي كتاب كمقصود كيسا هي معظم كيس أبا حوياي أبا وحوياي لويري آداب القراءة هذا لقال الرواج أنت صلى الله عليه وسلم. هذا كان الباب وإباب هو أسيق مقصود الكتاب كتاب مقصود كيس واي، وهو أسيق منتشر ومتفاف سواي جدا نبها وفاف سواي. وأنا أني أنا أشير وإشارة إلى أطراف عرف أمرنا نعيا إشارة أو من مقاصده واد باب كوجيد دي سكمد كراهة الإضالة ديرين عتان كذا أنا نعاية إن ديرية نعاه يراد أو كتابك ديرادات إيه وقوفا عبسي تراد يدو حنك بقى على غاري كتابك كان أقرأ وحنك بقى من الملالة النوغ واد كتابك كان أقرأ يا حنديدة إنو النوغ حنديدة واد صاص ولا صاد. فأول ذلك كاس أول كيسة وحواي أنه شان يجب وحواجبه على القاري كان قرآن كأقرأ وحكو واجبه الإخلاص وإخلاص أكو أجيبات إخلاص أكو أجيبات كما قدمناه سيد أنصار مرنبا قرآن كقفك مركو أخرى حال الروا إخلاص إنه كو أخريات وآداب تقرآن أخرين تقفك إنه إلى الشال الروات. فينبغي مركو حاهبون أن يستحضر إنه كو حاضريو في نفسه نفتيسة أنه قفك أني أو شخصي هاي يناجي إنه لكو دايو لفقايو الله تعالى واد أديك القرآن كمرك آخره يسوع مناجاة يا الله داي الله سبحانه وتعالى لما أقول وممنوع أيضا كتاب القرآن كهو خلاص بحسيني إن أقفك هو تمانة الله شيء كيستاه ممنوع قرآن وحياة هذا دتك يسبب دين وجهل ويجيل أنا حكم ده قف القرآن أقرأ قبل دينه مجديد قبل دينه مجديد قرآن ما أقرأه ولا يثير كسفر يسوع أنت وجيسا أما بر ما هو ربو يسقى جيسا وجاهل لم قفك كجرت الله صايا ما هنا قران هدي الاغرى حال الروا قبل ان اللقى بشال الرواد قران كم قال ريسا. فينبغي مرك وحاب ان يستحضر قفك انه كو حاضر في نفسي انه يناجي الله تعالى انه الهي لم يناجوها ونفتي سكو حاضر ويقرا وان يقرا انه اقرنا على حال على حال وان يقرا انه اقرياها بون على حال من حالتي سكو اقريها من كو يرى الله تعالى الهي اركايات سيد قفك سو الهي اجيدو كليتا أو قرآن كمركو أخرها يو ساسو أخرها يو محاجر فإنه حال وشأني إن لم يكن غاري يراه إلهي أدوس أركين فإن الله إلهي تعالى سري يراه أسيقى أركا يو. هذا جملة دانا حديث كيدو تغاني سمو ما هو الإحسان ما ينوي الإحسان أن تعبد الله فإن لم تكن تراه فإنه يراه موجود دي أخوك أسار. فاصل هذا كفاصل كي وحكى لساروه في استحباب السواكي عدق السنن مديسة أو أفسل ياد لقراءة القرآن قرآن كأقرين تيسة دراد دي دلو عده يستاد قفك مركو قرآن كأخرى حال الروا إنو عده يستاد الرواد فصل كاسالك هذا الروا وينبغي وحابون إذا أراد دو دون قفك القراءة قرآن كإنو أقريو أن ينظف إنو نظيفيو فما أفكيس أو نظيفيو بالسواك عدق أو كن نظيفيو إيه وغيره واد عدق غير كساد والاختيار والمختار مرك كان لا دورته وحواي في سواك عدق لا دورته ان يكون عدق انه هذا حاصلا مد حاصل بعود لان كو حاصل او من اراكن كميدود لا منك لو عديست عدق كميد انه كو حاصل لا رواد ويجوز وحانا بنان بسائر العيدان واد لا ما انتود سو هرتنا وا بنان تا او كو كليته ايغنا لو عديس كرا مر عيدان او وا لا من لا سويات وبكل ما شيء كل جيس أيون أصلا كبرنا إن لو قعد يستو ينظف نظيفها واد وحكى استو إلكها نظيفها هنا والله قعد يسكرى وذلك تصالة كالخرقة تواد على الشيء مرض إيه هذا القشنة إيه كندا مركك كانوا متصوا قب صدي أو غفك أو ساس كبير واد وابنا أنت هيدا إيوة كالخرقة القشنة تواد ومرض على الشيء إيه أرق على قال واد إيوة والأشناني شيرجوي وحشير قويانة والله استعمال كلام إيه وغير ذلك انت سبحانه ولا استعمال
وحول وفي حصوله عدق حسر تانكيس إن عدلك عدق وحنا أنا فضيله لي لمنينه فضيلة السواك إني حسشه بالإسبوع فرت إني كحسر يسو القشينة إيه أرك أو أم بفر عادي وأنت لوش غي أتكاتا أم إليك وما در على فرس إذا قال الأقول عيوس كذا قال قار عادي إنك تهاتي إن فرت هذا كو عدسته إن فضيلة كو حسر يسو ثلاثة أوجه سدح وجاكو سجنوك يران لأصحاب الشافعي أصحاب الشافعية رحمه الله تعالى الله رحمه استه يعني وحي قوان سدح قول أكو جرت ما شهد أشهدها أقواش حاو عانسا أنه سواق لا يحصل محكو حسر يسو عدقي فضيلة ديسي مكو حسل إيسو إنا فرتادة سانتلاهو مكو حسل إيسو وقولك أغو مشهور سن ساسو هاد والثاني قولك الله واضحونا غا يحصلو وكو حسل هاد والثالث قولك ستحان يحصلو وحسل إن لم نجد غيرها أدو سهيل واد أو ولا يحصل أو نحسلين إن وجدها دو هيرو ولا يحصل ما حصلها إيه وجدت دوها لغيرك معناه حوليه قول كان سيد حاد حوليه هدين إن كان وحكى لأواي فرتي سوى استعمالك دي إن كانت خشنة هدي أدك تفرت هدين لكن غير كد وهلي كان فر مكو حصلها مكو حصلها يا سيد حد قوله من كو جرتها ويستاكو مركو عديسيا سوى عديسا قف مركو عديسا ويستاكو عديسا عرضا إلكها بلركو عديها واد مبتدي أنا سوك بلاباي بالجانب الأيمن لنا عمليك وكصوب اللابة أو من فمي أفكيسة كميدة وينوي وان يسا به بالسواك عدقة الإتيان الله إما شؤ نيسا بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه الله إما هايون نيسا ونجد سأصل صار قال بعض العلماء إنه وحيبتهين يقول وحورها عند السواك مركو عديسا يكتاد اللهم الله يو بارك لي بركي في السواك عدقة الحديثة يا أرحم الراحمين انت نحريسه الله ونحريستو ساسوليات مركو عدقه سو قبسدو او ميدقته كبلابت او خوليه اللهم بارك لي فيه يا ارحم الراحمين وليات ساسوليات قال الماوردي شيخ الماوردي لراه وحوري او من اصحاب الشافعي كميدواد يستحب وحاب الله سنه يور ان يستاك انه عديدو في ظاهر الاسنان الكا ظاهر كود انه عديو اي وباطنها الكا باطن كود انه عديات الكتا الكا انساس ظاهر كود إيه بعد كده إنه عدايا على السنوات أو ويمر السواك عدقة أو مريو على أطراف أسناني الكيس عارض هذا عدقة تو مريها الكا عارض هذا ومريها هذا ساس ومريها إيه وكراسي أدراسه جوسيس فردي هذا إنه مر مريو على ربع أيضا نود وجي مشس إيه وسقف حلقي دون تنسقف كده إنه مريا على ربع واجد مش دون تنسقف إلا دم كرو مش أذكرانه إنه مر مريال راج هذا أقوى يقرأ جيو هذا ما يصير جكوس يمسيد ما يصير نعرف يا لام مر أقوى وحيرة دي كاران وقتر حال غير ولكن إنه ترتيب عمر مرسال راج أصابك وش يا شيخ رحمة الله عليه إمرارا مرن أو مريا رفيقا أو لمرن أي كوجو تو مريها واد قالوا وحيدين علماء دي وينبغي وحابون أن يستاك إنه عدسته بعود متوسط واد لا نحن حاله إنه قعد يستاهل السنوات لا شديد البيو لا شديد اليبوسة قلل كيس ميدو دغن على مرواد مد قللن او ارك انه قعد يستاهل مرواد ولا شديد الرطوبه قيان كيس ميدو دريان على مروا اف ان اشتد يبسو قلل كيس دو دراد لينه بالماء بيخرج العياد هذا ما اركنه ان انت قفكو سو قبسد او بيو خوغا انت تاسكو يرا او انت تاسيرا عدي سام اركنه هذا كتابك وافق سنت الله سبحانه dadka dabadiya fog jira dhaqankaas waa leeyahay caadi weeyaan waana sharci caadi ugu weey saas u saad wala baasa baasku ma jiro isticmaal siwaaki gheeri qofka qofaan aheen cadageeda inuu isticmaalo wax dhibaato kuma jiro bi idniya iyo asiru ku isticmaalad idni gheer oo ku isticmaala ninkaan cadi u leeyahay aragtay waa isticmaali kartaa ku cadaga qabsay waa isticmaali kartaa wax baasi oo dhibaato oo ku jiro ma jiraan hadii la helo idinkiis adan laakiin idan la helin ay waxay naqay waaw la buuliyimo markaas waa la buuliyaa wa ida kana famuhu afkiisa ay ku suganta najisan najas ay ku suganta bidamin oo ku najasu aw gairi ama dam qirkiisa ku najasu fa inna shaani yukrahu law waxa loo kada qiraa'atul quraan quraanka inuu akhriyo qabla ghasli wad ay aso afku dhigle ama afka najasu ugu jirto inuu quraanka akhriyo wa karaahi wa hal hay tahrumu haram min qata walbo كراهيد انت كصوتك
حرام نقطة سؤال جاسو كنات قال الرؤياني شيخ الرؤياني هاد أو بلدك الرؤيان أو معروف كاللون نسبيات قال الرؤياني يا وحول أو من أصحاب الشافعي كم دوات رضي الله عنه الله كرام عن والده والدك سبحانه وتعالى يحتمل وجهين أرك الحيح تباشا لبو وجهك وجرت هدي عرب كا أفكار النجاس كوجرتو دم نقطة وحكة لسان نقطة هدي ما أفكار النجاس كوجرتاهي إن القرآن كآخر ساي إن حرام تا إير سرير لما وجهك جرتوايد ساس ولا سان رؤياني كانوا رجع هرواي أو صاحب الشافعي دايد وحلقها يا أرقة هدي وحور أصوص الشافعية دا أي دمتو لأمليتها على ظهر قلب الوراد أنا ضش كير يا يريد دم هدي لي راور كتب الشافعي ولا واحد أول راور أصوص يا دمتو بلا يرا أنا كحنكها يا ما من كتاب أو شافعي ليه إلا وحنكها يا وركور كحنكها أنا بدوش كثير أو يلا رجع وراه. مركات يحتمل وجهين هوس نمر لبا في رسه. ذكرهما الإمام الرؤياني الشيعي في بحر المذهب كتاب ليلا وكل شيعات عن والدي ونك شيعي أدوجي رحمه الله تعالى أبي إن شيعه عالم واي. فقال مقاسو عور أحدهما لبدا وجه متكود لا يجوز ما بنانه. إن أضاء أفكار النجاس ليا القرآن أغرس ما بنا صاب وللحرمة مجدد. القرآن كان له حرمة كما لا يجوز سيس أم بنانين مصون مصحف مصحف إن لا تابته ويدو نجسته أي دوق عن جيس النجاس لا ده إنه مصحف كي تابته سيدا أن لا أقولن أن حال أقولن هذا أفكو نجاس لأن القرآن كان آخرين واد القرآن كان احترام واد وأقول والثاني قول كلا واد نحوله يجوز وابنانية ويقرأ وانا لك هذا كما يجوز سيس أم بنانين دولة قراءته القرآن كإنه آخرين محدثا واد من محدث القرآن كوا آخر كريم سما ما دام من محدث القرآن آخر كريم حتى أن من أفكون الجاسلة القرآن كوا آخر كريم الله كحوك جرا مع الكراه وكجرا وريات وقال الإمام النووي مرك إمام النووي وحوليه رحمه الله تعالى الله نحرسته في المجموع كتاب كمجموع ليلة وحكوري بعد حكاية كلام الرؤياني مرك أوصوش هذا الرؤياني والصحيح سيد صحيح هاي لا يحرم حرام ما هو إن أفكي سوق أفك النجاس القرآن أغلب حرام ما هاد وهو أسوأنا مقت الله كلام الجمهور أيو أيوة إدلاقي هذا الكجمهور تا إدلاقي أو حك أكين أيوراد هذا الكجمهور تا كين أي إدلاق أي إدلاقين أو حيرين جمهور أو حيرين أن غير الجنوب أي والحائل أي والنفساء لا يحرم عليه القراءة جمهور تساسيرين أيوراد يعني قفك أن جنوب هين أي قفك أن ديك عادة قبينو حيل أهين قفك أن نفاس كجرنو ديك أمولاد هين لا يحرم عليه حنك حرامين القراءة القرآن كله وآخر حرام فما أود حرام فما أود مرك هذا الكاس الله في رأوك ويراد فصل في حكم قراءة القرآن بغير طهارة والله سبحانه وتعالى أعلم.